فيما انتقدت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها إسرائيل كاتس حركة فتح الفلسطينية لتوقيعها اتفاقا مع حركة حماس حول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة والذي عرف بإعلان بكين. وكتب كاتس عبر منصة إكس أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية الذي يتزعم فتح وبدلا من رفض الإرهاب يحتضن القتلة من حماس على حد توصيفه، مضيفا هذا لن يحدث لأن حكم حماس سيسحق وسينظر عباس إلى غزة عن بعد وفق تعبيره. وكان وزير الخارجية الصيني قد أعلن أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب. جاء ذلك خلال توقيع حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية إعلان بكين والخاص بحوار المصالحة في ختام المباحثات التي استضافتها بكين في الفترة من 21 إلى 23 من يوليو الحالي. نهنئ الجميع بتوقيع إعلان بكين ونقدر جهود الأطراف التي ساهمت بإنجازه. حماس وفتح اتفقتا على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول حكم ما بعد الحرب في غزة، والصين مستعدة للتواصل والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ هذا الاتفاق.